السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الخبر اللي زوينه بزاف للناس اللي ما عندهم لا سينيسيس لا راميد. يلا خرج دابا واحد البلاغ صحفي كيقول حتى الناس اللي ما عندهمش لا سينيسيس ولا راميد غيستافدوا من المنح اللي عطات الدوله في هذه الوضعيه اللي كدوز منها البلاد. كيفاش هذا الفيديو؟ غادي غير نعطيكم الخبر ونعطيكم الموقع اللي غادي تدخلوا ليه غدا ان شاء الله مع 8 الصباح غيبدا التسجيل اللي غيطلع لكم دابا. ونفس المنح اللي تعطات للناس ديال الراميد تعطى حتى لهاد الناس، يعني 800 درهم 1000 درهم 1200 درهم اللي غيطلب منكم ان رب الاسره هو اللي يتسجل، ماشي شي شخص اخر، يعني ماشي اي واحد، رب الاسره هو اللي غادي يتسجل وغيدلي بالمعلومات ديالو وغيدلي بالهاتف ديالو اللي يكون ديالو هو، يعني هو اللي غيجي فيه داكشي اللي غادي يشد، واش غادي يشد ولا لا، نمرة التليفون ديال رب الأسرة فقط. والناس اللي استافدوا من الراميد ما يمكنش يعاودوا يدخلوا حتى لهنا، يقدر يتابعوا قضائيا، وأي شخص غير دخل معلومات غير هكاك بدون أي مبرر غيتابع حتى هو قضائيا. لهذا كنطلب منكم خلوا غير الناس اللي محتاجة هي اللي تقيد في هذا السيت هذا اللي كيف ما قلت لكم غيكون طالع لكم دابا هنا. غيبداو إن شاء الله من 8 الصباح غدا إن شاء الله الجمعة حتى نهار الخميس 16 أبريل إلى غاية 16 أبريل مع 12 الليل غادي يحبسوا. المهم هذا الموقع هذا كيف ما قلت لكم اللي غيكون طالع لكم دابا، غدا إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش تسجلوا فيه بالتفاصيل إيطاب بار إيطاب. ديروا أبوني وتسناو الفيديو إن شاء الله. تهلاو فراسكم.